بيني وبينك لو ده حصل يا استاذ محمود او هو ده اللي كلنا بنسعي له، حضرتك في مكانك استاذ جمال استاذ عصام استاذ عبد الحكيم كل واحد في مكانه. سعيد قوي بالحلقه دي كلها امنيات واحلام. ما هنعمل ايه؟ روعه. اه والله يعني حتى اتفرج يعني. انت عارف انا نفسي فيها يا استاذ جمال لان كلها حاجات جميله. لا انا نفسي بس ايه، محتاجين انها تترجم نرجع الساعه وتاخد وقتها. لا وتاخد وقتها يا جماعه في التنفيذ. يعني موضوع مثلا عوده الجمهور، تفتكر ان الدوله مش عاوزه ترجع الجمهور؟ لا هي واخداه، الدوله بتنتظر واخداه مرحليا، برنامج على بعض. لا واخداه مرحليا. أيوة. وكمان لما الجمهور نفسه يثبت، ما هو في تجربه تذكرتي هي اللي بتتحكم في هذا الامر، وهي اللي عامله برنامج زمني لعوده الجمهور. بس عوده الجمهور لا يمكن تكون بقرار كده، لازم تاخد تجربه على ارض الواقع. هي اللي حصلت دي زي ما استاذ محمود قال يا استاذ جمال، وكانت ناجحه برضه. المسؤول اللي هو الرابطه بقى الكاميرات، جاب الناس الوانتد دول. فبالتالي الدوله تجد ان الامن مش هيكون في مواجهه الناس، هيكون كل واحد شايف شغله. وقتها يقول لك خد 100,000. هو عايز الناس هي، وهو قرار العمل. ليس قرار الرابطه، الله ينور عليك، هو قرار الدوله اللي هي ممثله في الاجهزه الامنيه و الشركة المسؤولة عن شباب والوزارة التذاكر طبعا. بس بشرط يا جماعة ان هم يطبقوا الحاجات. اصل الدولة بالزبط. مش هينفع تبعت الشرطة لا. علشان هي اللي تطلع طبعا. لا ما ليه اخترعوا امن الملاعب؟ ما ده اللي عايزين نقوله لسيادة النائب. 100,000 واحد من خريج التربية الرياضية وكورسز تتعمل لهم ويروحوا، دول امن الملاعب. الشرطة تيجي لما يطلبوها في حد عمل حاجة غلط بره الملاعب، زي السينمات في وسط البلد، زي كل حاجة. ليه بنحط الناس في مواجهة مع الشرطة؟ انت لو طبقت له ده زي ما حصل في قرار جمهور الاسماعيلي، وما يزعلش من اخطأوا وما يداريش عليهم، مش يطلع رئيس النادي يحتفل بان اللي غلط مبروك علينا ان احنا رجعناه. لا يا سيدي، لا هو ما رجعش، هو طلع بس على ذمه القضيه. انا بقول يعني وبالتالي خلاص عايزينه هو يتهذب، احنا مش عايزين الولاد دي حد ينتقم منهم، نعلمه ده. صدقني لو راحوا بمشروع، امال هي الدوله ازاي بتسمح ب 80,000 و 90,000 في المناسبات الكبرى؟ بيروح حد يعرض عليها لا مشروع يعني. احنا مستعدين، كاميراتنا شغاله فندم كذا، عشان هي ما تشيلش فاتوره. والحقيقه ما حدث في مباراه الاهلي والاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي تحديدا، يعني اعتقد ان ده درس كبير لما هو قادم. وبعدين يعني انا بعتقد برضو ان اللي حصل ما كانش فيه قسوه على الولاد دول. لا ده كاميرات جايبه يعني دول ناس موجودين بصورهم بوشوشهم معروفين، وكل المعلومات متوفره عنهم. وبعدين ما انتش ما حرمتوش من التعليم، انت حرمته من المباريات اللي هو انت اصلا الراجل بتستمتع. في ناس طالعه تدافع تقول لك الحادثه حصلت بره، مالناش دعوه بالملعب. لا ما هو مش عايز اقول لك، بس لا ما هي معلش اللي عايز يقول هيطلع اصوات كتير غريبه يعني. كل واحد عاوز يقول اللي هو عاوز يقوله. الامر الواقع بيقول ايه يا استاذ محمود؟ ما تم الحقيقه كان رائع. انه ما تم بشكل محترم جدا واحترافي ودون الحق ضرر بالولاد نفسهم. يعني ما حدش هيزايد، لا اتحرموا من التعليم ولا اتحرموا من الاكل ولا يعني ولا هي اهانه يا استاذ جمال. ده حتى تدريب على الثواب والعقاب، انه يعرف امتى غلطان وامتى صح. مش عايز افكرك، احنا بنشوفه في العالم كله الكلام ده يا استاذ. عايز افكرك ببعض الدول لما كانوا منتخباتها تاثر في بطوله دوليه يا كابتن اسلام، كانوا بيرجعوا على العنبوكه. انا بتكلم بوش كده، كثير من انا حضرت في دول والله ما كان هناك حل لاصلاح اللاعبين غير ان هم يتاخدوا على المعسكر. مفيش دلال، مفيش هزار. انت بيصرف عليك مبالغ قد كده من مال عشان الشعب. تروح من مال الشعب. والله العظيم يا كابتن اسلام دول، بس انا مش عايز اذكرها. لا بيرجعوا من المطار من الطياره مباشره على معسكر تهذيب. طبعا ما عدا ان يكون عامل اللي عليه، لكن تهاون وكذا. والله يا استاذ عصام كانوا بيتحلق لهم طبعا زيرو.